مساء الخير عليكم متابعي موقع سوق فيش نيوز في كل مكان. النهارده موجودين مع حضراتكم من امام محكمه جنايات الزقازيق. بنتابع مع حضراتكم تفاصيل يعني واقعه مأساويه. شاب عنده 34 سنه كان نازل يجيب علاج لوالده ووالدته، ولكن يعني فقد حياته اثر مشاجره او اثر ان المفروض حصل كان في ما بينهم خلافات سابقه، والخلافات السابقه دي ادت ان هم تربصوا له وقتلوه. هنعرف ايه هي تفاصيل الواقعه وهنعرف كل التفاصيل من المحامي. خلاص اقوى من مشاكله واهوجي بسبب خلافات بينه. احنا دلوقتي معانا المحامي الضحيه هيحكي لنا تفاصيل اكتر عن اول جلسه اليوم. اهلا بحضرتك يا استاذ على موقع بيت امن مصر، احكي لنا تفاصيل الجلسه اليوم كده. انا الشناوي المحامي، انا محامي المجني علي احمد سعيد. ده الجريمه دي قتل عبد، الواقعه دي حصلت في 25/7 اللي فات، وطبعا كتسلسل اجرائي طبعا في القضايا الجنائيه بتاخد وقت. طبعا بنسمع شهود، تمام، بيكون في تقليص صفه الشرعيه، بيكون في تحريات مباحث. طبعا الكلام ده كله جه توالي، خلص على حرفيا على 30/12. طبعا تم انجاء قرار الاحاله 30/12، وطبعا القضيه اوتوماتيك بتروح على المحامي العام في المنصوره، عشان احنا او المحكمه تابعه للمنصوره. فطبعا القضيه نزلت جلسه 17/2، وفي اول جلسه طبعا تاجلت طبعا اللي طبعا بيبقى لنا طلبات، والجلسه الثانيه كانت النهارده. وطبعا حضر المحامي الزميل وحضر المحامي المتهمين وانا حضرت طبعا، وفي نفس الوقت طبعا من حقنا ان احنا ندعي بالحق المدني. هو القصه مش قصه فلوس اكتر من ان هو بيبقى احقاقا للحق طبعا، ان ده طبعا تسلسل يكون ليه حضور، لان ما ينفعش المحامي يكونش له حضور، ليه يكون ليه حضور لما يدعي مدني. فادعينا مدني طبعا النهارده، والمحامي حضر وحضر شهود الاثبات كلهم عدا والده طبعا اللي كان شاهد اثبات. الراجل طعن في السن، وطبعا ربنا يصبره. يمكن حضراتكم شفتوا مراته واخته، الناس ظروفها صعبه شويه. طيب تفاصيل الواقعه كانت ايه يا استاذ سيد؟ يعني كانت بسبب خلافات ولا مخدرات؟ يعني في تفاصيل كتير قوي في الواقعه مش قادرين نوصل لايه السبب الحقيقي. بص، يمكن من خلال شغل حضراتكم في الجنائي بالذات، يعني في المعلومات والكلام ده كله، في تفصيل قبل كده، فانا لازم اشوف شغل حضراتكم، اشوف شغلكم. الشيطان برضه بيشوف شغله. انتوا بتتفاجئوا هنا بقضايا، يعني حد زي الست اللي كانت بنتها او ابنها، دي حاجة بشعة صح؟ الراجل اللي برضه الجلسة اللي هي كانت أول اللي كانت امبارح، الراجل اللي قتل مراته. فطبعا في حاجات بتبقى جريمة قتل بس عادية خالص، تخيلوا لك أن تتخيلوا القصة كلها عشان أحمد ده عمل كافتيريا على بعد 5-6 كيلو أو 5 أو 4 كيلو من العيلة بقى. لان صلاح اللي هو المتهم، يعني غير ان هو عمل احمد المجني عليه عمل كافيتيريا على بعد امتار من، تمام، المنافس بتاعه مين بقى؟ المتهمين كشك. لكن انت تخيل بقى كميه الغيره، كميه الغل، ان هو طبعا ده كافيتيريا، انت عارفين يعني كلمه كافيتيريا ازاي، وده كشك بقى شاي وقهوه والكلام ده كله. حصل شويه امتحانات، حصل شويه احتكاك، الموضوع طبعا سمع قريه العريف دي قريه صغيره، فيها عمده وليها شيخ البلد، فهم اتفقوا يقعدوا جلسه عرفيه. طبعا لو حضراتكم حضرتوا جلسه النهارده، القاضي بيقول لصلاح انت في ايه ما عملتوش في الدنيا؟ عندك صحيفه احواله 37 قضيه. قتل بنته جمال، اخو صلاح ده المتهم ده، قتل بنته خد 10 سنين. قال له الراجل بيقول له انت عندك جريمه قتل؟ قال له قتلت بنتي. وقعت من فوق السطوح، قال له قتل عبد الله؟ انا رميتها من فوق السطوح. وخد عفو رئاسي، يعني المتهم المتهمين الرابع ده خد عفو رئاسي عشان قتل بنته. طب تعالى على صلاح، مخدرات، سرقه. فطبعا هو اي متهم بتيجي صحيفه الاحوال بتاعته. مع حضرتك. تمام؟ فهو النهارده طبعا القاضي بيقول لصلاح ده يا صلاح انت في ايه ما عملتوش في الدنيا؟ ان كنت بقى له عندك سبع، بيقول له عنده كام قضيه؟ قال له 3 و4. قال له ده 37. 37 قضيه. 37 قضيه على فكره، قتل ومخدرات وسرقه وفي هتك عرض، يعني في حاجات كتير قوي، وعياله نفس القصه، كل واحد جاي كده على حسب. فهم يعني هم متعودين على امور البلطجه. والمحكمه الموقره في حاله العود لارتكاب الجريمه او جريمه مشابهه بتغلظ العقوبه طبعا. طيب انا عايز اعرف من حضرتك تفاصيل الواقعه، او احمد الله يرحمه كان رايح فين، وهم يعني جوله، او مين الشاهد على الواقعه، يعني رؤيه حضرتك بما انك المحامي بتاع القضيه. بص، هو طبعا بالنسبه لي لما اي قضيه زي ما حضرتك عايزين تعرفوا التفاصيل، انا اي قضيه معايا لازم اعرف كل حاجه بالظبط ومصداقيه حضرتك، علشان خاطر اعرف
هتواصل واعرف احل واعرف اجيب حق. تمام. ده الطبيعي. انا لما عرفت من الناس انا فهمت طبعا شويه تفاصيل شخصيه ان احمد ده ما كانش يعني ربنا مرضيه بخلفه لمده 7 أو 8 سنين او من 8 ل 10 سنين. فهو في الفتره دي قبل ما يجوب بشويه كان احمد عرف ان مراته حامل، بيعملوا بقى متابعه وتحاليل واشعاعات والكلام ده كله. في اليوم الواقعه احمد كان رايح مركز فاوس طالع من العريض اللي هي تابعه ليها، وكان رايح يجيب تحاليل، فهو طبعا اتحرك من المكان. فهم اساسا على اول البلد، يعني كشك المتهمين ده على اول البلد على اول المزلقان. فاللي دخل واللي طلع زي شباك بيتنا كده شايف اللي رايح واللي جاي، فشافوه طالع. ففي مشاكل، الجلسه العرفيه كانت قبل الواقعه بيومين. أيوة. احمد صلاح الهارب ده هدد احمد انه هيموته قدام الكل، قدام الناس كلها، والموضوع ما اتحلش في الجلسه العرفيه. استنوا له، هو جاي من فاوس، مراد صلاح زي ما الشاهد الاول قتل قال النهارده وقفت العربيه. احمد ده كان ما شاء الله طول بعرض، انا ما شفتوش بس بيزكول. يعني حتى زوجه المتهمين هي كانت يعني زي ما بيقول كده بترتب معاهم الواقعه، بعيدا عن الترتيب ان هي ضربته معاهم. أيوة. اساسا الشاهد قال لي صلاح محمد واحمد ابنه وجمال ومراد صلاح وبنت طب صلاح. طب ليه هي مش طرف في الاتهام؟ مش طرف في الاتهام. اقول لحضرتك انا دلوقتي انا لو في الموضوع من الاول، مش انا كانا يعني اي محامي لو في الموضوع من الاول بيفهم التفاصيل بفهم الحدوته، انا بدخل عشان ابوه اتهم بس دول، لان العمل المحضر سعيد اللي هو ابوه والد اللي مكتوب عليه. والمحكمه يمكن لو حضراتكم حضرتوا جلسات تقول لك انا مش هلتزم الا بالشهود اللي اتقال عليهم، وانا في نفس الوقت انا بالنسبه لي يعني لو ممكن ادخلها لو في تنويه عن القصه ممكن ادخلها، او لو هي مثلا مذكوره او كانت موجوده مذكوره لازم تيجي. بس هي عشان والد المجني عليه، طبعا هو على فكره يعني والد المجني عليه مقيم في مركز ابو كبير، واحمد ده مقيم في العريض اللي هي تبع مركز فاوس. لما عرف الخبر الحاج سعيد ده على ما وصل كله سمعين بقى. ممكن حضرتك تكمل لنا تفاصيل الواقعه بعد ما زوجه المتهمين كانت وقفت ووقفت العربيه؟ اللي حصل حرفيا ان زوجه المتهمين وقفت العربيه، وهو طبعا ده كان تفكير شيطاني، لان انا لو انا في مشاكل بيني وبينك انا مش هقف، ممكن اكون انا مثلا رد فعلي يبقى غلط ان انا ممكن اعمل اي حاجه. فهي عشان قال لك الست توقف، فعاطف معاه بيقول له انزل معاك لان عارف ان في خلافات، قال له لا خليك انت في العربيه. فعاطف ده بيقول ماسك التليفون عادي على اساس ان في كلام، بيبص كده لقى احمد ده على ظهره وهم الست عليه، صلاح محمد باحمد ابنه بجمال اخوه بمراته ببنته ست بيضربوا فيه. هو احمد ده عشان كان يعني هو كان صحته كويسه، فهم كان تكلموا عليه بالضرب. ليه؟ كان ضرب خوف على فكره. ايوه انت فاهم الكلام ازاي؟ ضرب خوف توتر. فطبعا هو بعد الكلام ده كله طبعا على شهاده الشاهد، ما بقولش كلام مرسل اكتر من ده، اقوال الشاهد بيقول ان انا طبعا انا على ما بصيت وجيت انزل لقيت احمد جاي ايده طبعا الجرح هنا جرح قطعي وفي اصابه غائره جوه شويه، فلقى في دم هنا قال له زي ما انت وديني الدكتور محمد عبد الله ده دكتور في نفس القناه. ايوه. بحيث ان هو يعمل له اسعاف بدوي. فطبعا ركب معاه العربيه قبل ما يخش عند الدكتور كان توفاه الله، لان ثابت في اقوال الطبيب طبعا محمد عبد الله اتسال في محضر النيابه قال ان احمد انا بالكشف الظهيري لقيت فتحه مصرها 6 سنتي فتحسست النبض ما فيش نبض، فبناء عليه هو خاف المسؤوليه فمش عندي تروح المستشفى. بعد المستشفى طبعا تبعت الشوارع اوتوماتيك اللي هو الاجراءات مركز شرطه فاوس، وبالتالي طبعا انتقل معاون المباحث اللي هو حرر المحضر بتاع الاسم. وبعد كده طبعا المتهمين كلهم هربوا. هو مات في ساعتها ولا كان لسه هو في الروح يعني بعد ما راح المستشفى؟ لا هي هو اساسا من الطب الشرعي قال لك ان الاصابه كانت قاتله، وفي نفس الوقت طبعا هو المسافه بين الواقعه وصوره محمد عبد الله يعني كانت 500 متر، ففي خلال ال 500 متر دول كان توفاه له دخل عنده الدكتور ميت. فالاصابه كانت قاتله ليه؟ لان هي عملت نزيف في الدوره الدمويه وعملت جرح في القلب نفسه. كان جرح نافس نافس، وكان وبعدين الادوات المستخدمه بقى يعني هو كان في سنجه وفي تمام. شكرا لحضرتك. انا بشكرك. شكرا لحضرتك يا فندم، وان شاء الله هنتابع مع حضرتك يعني بكره تفاصيل القضيه باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا. السلام عليكم متابعينا، زي ما حضراتكم تابعتوا معانا تفاصيل القضيه النهارده، استنوني بكره في لايف جديد من محافظه الشرقيه من محكمه جنايات الزقازيق. كنت معاكم سلمى فدار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.